لم يتوقف الصراخ بعد، فقد هز زلزال المكسيك تفاصيل حياة الجميع هنا. 7.1 على مقياس ريختر. تحولت فيها المكسيك إلى جحيم وسواعق كهربائية بعد أن كانت الفيضانات سيدة المشهد. المكسيكيون نشروا تغريدات نجدتهم بوصف ما يحدث على أنه مشهد من مشاهد نهاية العالم. 17 قتيلا من مرضى كورونا راحوا ضحية الفيضانات في مستشفيات المكسيك. خسائر بشرية وخسائر في البنية التحتية والبيوت والشوارع فاقت التوقعات. أكثر من 2000 منزل تضرر نتيجة الفيضانات ومئات المنازل فعل فيها زلزال ذات الأمر، ما جعل المكسيك في كارثة طبيعية لم تسبق أن وقعت بها منذ سنوات.